السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. زي ما انتم شايفين كده عملت لكم احلى تورتة بحاجة سهلة جدا، ودعم بقى للكيكة الاسفنجية في اقل من ربع ساعة يعني خلصتها. بصراحة يعني الشكل جميل، مفيش احسن من كده. تعالوا معايا بقى داخل الفيديو تشوفوا احنا عملنا الحاجة دي ازاي ومش هتندموا. يلا تعالوا معايا داخل الفيديو نشوف التورتة دي عملتها من ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ زي ما انتوا شفتوا كده في المقدمة عملت احلى تورتة من حاجة كده يعني كلنا عمرنا ما نتوقعها. تورتة سهلة وبسيطة ومكوناتها برضو بسيطة، الا وهو التوست. تمام، النهاردة يعني هبدأ كده اعمل التورتة بالتوست، سهلة وبسيطة. وانتوا زي ما انتوا شايفين كده التوست طري ومفيش اي مشاكل فيه. طبعا هو هيقوم بدور الكيكة الاسفنجية. تمام، ابدأ ايه اجيب مقص كده. تمام، هبدأ اقص الطروف كده، ايه يعني الطروف بس فقط، يعني ما نجيش عليها بس عشان ايه ما نهدرش منها اهو يا حبايب. طبعا الطروف دي انا مش هرميها، برضو هستغلها، ممكن احمصها واعمل بيها احلى بقسماط. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا هعمل بقى ايه الكمية كلها اللي عندي بنفس الوضع. ابدأ كده ايه اساويها، مش عايزه اهدر منها طبعا عشان استفاد بايه بكل يعني بكل الكميه اللي عندي اهو. زي ما انتوا شايفين كده يعني الفكره واضحه وسهله، وطبعا ايه هتغنيك عن الكيكه الاسفنجيه، طبعا موفره وجميلة. طبعا طبعا انت عايزة تجيبي اي نوع توست بقى اللي هو من عند السوبر ماركت او الخباز الفرن يعني. تمام، ابدأ كده اساوي. كده زي ما انتم شايفين ابدأ بس اساوي الطروف كده، اساوي كله 100. ده اللي هي الطروف بتاعت التوست، انا مش هرميها، انا هحتفظ بيها. ممكن احمصها في الفرن واعملها بقسماط. طبعا انا ما برميش حاجه، بحب احتفظ بكل حاجه كده واستفيد منها. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو خلصت كل التوست اللي عندي، عملته شكله مربع. ممكن تجيبي توست ابيض، توست بني، مفيش اي مشاكل. ابدا بقى اعمل التوست. ابدا كده اجيب طبق او سباتولا او اي حاجه بلانشه كده. ابدا كده ايه حطي دي كده في الارضيه. تمام، ابدا اسمي الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اساوي كده الدنيا. تمام، جبت عندي الحاجة اللي انا هرش بيها. طبعا ده انا عاملة مسحوق كده، ده معلقة كاكاو على معلقة كبيرة من السكر وكوباية لبن. هبدأ ايه ارش كده، يعني اديها رشة بسيطة كده، او ممكن تعمليها بالفرشة مفيش اي مشاكل حبيبي. هبدأ بقى اجيب الكريم شانتيه بتاعي اللي عندي. تمام، ابدا ايه افرد. اساوي وافرد. تمام، ابدأ برضو اجيب تاني واحدة. تمام، اجيب واحدة صغيرة اهي يا حبايب. اساوي، ابدأ اجيب الرش اللي عندي. طبعا انت ممكن تستبدلي الرش ده بأي حاجة،
بشربات، حتى شربات خفيف كده. اي نوع شربات خفيف عندك؟ تمام. ابدأ ايه، افرد كده زي ما انتوا شايفين. هي الطريقة سهلة، ما فيش ابسط منها وموفرة، وهتضيع عليكي تعب بقى اللي انتي تقعدي تعملي الكيكة الاسفنجية كده زي ما انتوا شايفين. ابدأ بقى اخلص الكمية بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين خلصت التورته كده تمام، وخلصت الحروف وظبطتها. ابدا بقى اجيب عندي صوص شوكولاته، انا عاملاه، حابه احطه ان شاء الله في صندوق الوصف. تمام. ابدا اعمل ايه بقى، بسم الله كده اهو. ابدا اعمل كده، تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده حبايبي ابدا اعمل الطرف اللي باقي، بسم الله بس كده في حاجتي. تمام كده اهو كل الجناب بتاعتها. ابدأ بس اظبط الدنيا. تمام. ابدأ اجيب كيسة الكريم شانتيه، ابدأ اعمل كده. تمام. ابدأ اعمل كل الجناب كده، طبعا اي شكل انت عايزاه. انا كده مستخدمة شكل النجمة. طبعا انا عملت لكم بشكل النجمة ده 9 اشكال مختلفة عن بعضها. يعني ما فيش اسهل بقى من كده اهو. يعني بصراحة الله الشكل جميل اهو. تمام. ابدأ اجيب برضو صوص الشوكولاتة، طبعا التزويق ده انت وراحتك. تمام. التزويق زي ما قلت لكم كل واحد وذوقه وكل واحد وامكانيات اللي عنده. ابدا كده اجيب خلة سنان، ابدا ايه اعمل كده. طبعا ما فيش اسهل من كده. ايه عندي كريز، ايه ممكن احط كده في الجناب اهو. بصراحة الشكل جميل جدا. طبعا انا كنت عاملة معاكم اشكال من الشوكولاتة، طبعا إيه ابدأ اجيب مثلا الشكل ده، ابدأ مثلا ايه احطه كده في الجنب. تمام. إيه عندي برضو شكل النجمة، مفيش اي مشاكل. شكل العصفورة، ثواني كده ايه اجيب شكل إيه؟ الشكل ده كده اهو. ابدأ كده ايه احط في الجناب. يعني بصراحة التشكيل ده انتي وذوقك اهو. زي ما انتوا شايفين المنظر، يعني مفيش احسن من كده.
طبعا عايزه تزودي التشكيل عن كده مفيش اي مشاكل، عايزه تسيبيها كده مفيش برضو اي مشاكل. ممكن احط برضو شكل القلب، بس انا يعني بصراحه يعني عايزاها كده بس اهو، يعني مفيش احلى ولا اسهل من كده، وكل ده بطريقه سهله ومبسطه. وثواني كده احط ايه في النص برضو، ايه كده تمام. هبدأ برضو احط عليها ايه واحده كده من الكريز، و واحده من ورق الشجر اهو. في نهايه الفيديو بقى لو الفكره عجبتكم وكانت سهله بالنسبه لكم، مستنيه لايكات كتير ومستنيه تعليقاتكم الجميله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.